محمد هيليس كان موجود بعد لعبه البرقان وتكلمنا عن انه ليش الساميه ما سجل هدف واحد بالدوري 1-0 انتهت ها 2-1 فتكلم محمد هيليس قال احنا عندنا مشاكل في الشق الهجومي راح نعالجها في الايام القادمه. طلع ويانا بداح الهاجر بعدها بحلقه اكد على نفس الشغله قال بالفعل بدينا تمارين للمهاجمين على طريقه التحرك وشون ان نعدل من نصحح من اخطاء اللي. هذا اخطاء وضحت في مباراه العربي. الساميه وصل تقريبا يمكن 8 مرات اهداف محققه، نتكلم من 6 إلى 8 اهداف محققه. واضح ان في عمل خلال الفتره اللي فاتت على الشق الهجومي. نتكلم على فريق النادي العربي في وضعه في مباراه الساميه، فريق يعيش فوضى، فريق غير منظم تماما، ما في تنظيم. العربي ما يعاني كاسامي بس، عنده معاناه بالاسامي لكن يعاني من فوضى في الملعب. هذا مو شكل فريق. ان استمر وضع الفريق النادي العربي في الفوضى اللي هو قاعد يعيشها حاليا ما راح يطول اي شيء في هذه السنه. اذا كنا نتكلم عن اخطاء في النادي العربي، الكاظمي مع عبد العزيز عاشور وتاثيرهم على بعض اللاعبين ومن يلعب من جماعه هذا ومن يلعب. اليوم النادي العربي نتكلم بكل صراحه، جماهير النادي العربي تفرض على الجهاز الفني في النادي العربي التشكيله. والدليل مع استلام احمد عسكر اغلب الجماهير النادي العربي كان ضد موضوع المحترفين. مو معناته ان شيء المحترفين حتى لو ما كانوا سيئين، حتى لو كانوا سيئين. يعني مثلا الياس الكثير يعني قالوا انه لاعب مو على قد الطموح، لكن ما يعني اوكي الناس الطالب بزيد زكريا والتركماني، بس يا اخي اللاعبين مو جاهزين. مو شرط اني اخضع لرغبات الجماهير واخليهم يلعبون على حساب المحترفين. ولما لعب زيد زكريا مع التركماني الاثنين تعرضوا لسد عضلي. لما ساله مش العب تشل بعد ما ادري اي مباراه تعتقد مو هذا اللي قبلها في الدوري، قال والله اللاعبين لياقتهم مو مكتمله. يا اخي مو مكتمله، ما انت مضطر انك تلعبهم ولا انت مضطر انك تخضع لرغبات الجماهير، اشركوا هذول وطلعوا محترفين. لا يا اخي، عندي لاعب محترف اجهز العبه لغايه ما يجهزون اللاعبين الصغار ادخل من الفريق. المشكله في النادي العربي انا برايي بعد جمهور النادي العربي قادر على فرض كل سياسة على الجهاز الفني، ما أقول إدارة، أقول الجهاز الفني في النادي العربي.